أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة ستعمل على إعفاء المنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار. وقد صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 31 من ديسمبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء منتجات ومعدات فلاحية. تعليقا على هذا الموضوع نتابع ما قاله المحلل الاقتصادي محمد جدري في حوار مع الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. أعتقد بأن الاقتصاد الوطني المغربي يعاني من أزمة تضخم يعني منذ أبريل سنة 2021 والتي وصلت لمستويات قياسية، بحيث أننا اليوم أصبحنا نتكلم عن نسبة تضخم من رقمين والتي أثرت بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. أظن بأن هذا الإجراء الجديد اللي قامت به حكومة السي عزيز أخنوش بإعفاء يعني المنتجات الغذائية والفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يخفف من وطأة ارتفاع أسعار، لأن اليوم هذه المدخلات في المسائل الفلاحية والمنتجات الفلاحية هي تؤدي الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي في نهاية المطاف الزبون النهائي والمستهلك النهائي يؤدي الثمن يعني غاليا. اليوم أعتقد بأن هذا الأمر من شأنه أن يخفف نسبيا، ليس بشكل كبير لكن نسبيا، من وطأة التضخم الذي أثر بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة. هذا الإجراء يبقى إجراء متأخرا، لكنه كان إجراء ضروريا من أجل يعني كبح جماعة التضخم في مستويات مقبولة في 4 أو 5% عكس مجموعة من الدول التي وصل فيها التضخم إلى 20 أو 30%.